حسن شاكوش مغرور وأكبر كذاب، والدليل إنه قال إن فرحه تكلف 4 مليون. الفرح اتعمل جميل، أنا اللي طلعت حسن شاكوش للنور وشهرته وبقى بيسرق الأغاني بتاعتي. حسن بيحب السهر ومش بتاع شغل. أنا مدرسة المهرجانات في مصر والناس بتقول عليا عمرو دياب الغلابة. العرافة وقعت الصحاب في بعض وخلت حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش، وحمو بيكا كشف حقيقة حسن شاكوش وفضحه على الهوى مع الإعلامية بسمة وهبة. وقال حمو بيكا في بداية الحلقة: أنا ساعدت ناس كتير جدا وكانوا صحابي، منهم شاكوش وعمر كمال، وفي الآخر اتخلوا عني، محدش فيهم ساعدني لما كنت بكون في مشكلة. وكمل بيكا كلامه عن عمر كمال وقال: عمر ده كان بياخد 400 جنيه ولما خليته نجم بقى بياخد 50 أو 60 ألف جنيه. وكمان هي مش بالصوت دلوقتي، أنا صوتي على قدي، بس خلي اللي يقف قدامي بالمايك محدش هيعرف يصده قدامي. ولما بسمة وهبة ردت على كلامه وقالت له: حسن شاكوش أجرأ منك وأجره أعلى منك، رد وكشف الكل على حقيقته وقال: مش حقيقي إن حسن أكتر أجر مني، والدليل إن أنا اللي خليته نجم، أبقى إزاي هو أكتر شعبية عني؟ أنا بقالي 6 أو 7 سنين، هو بقاله 16 سنة، بس العالم كله حمو بيكا. أنا مؤدي وبعترف إن أنا مؤدي، وحسن شاكوش مصطنع وبيصطنع على الناس ومتكبر ومغرور. أنا المدرسة اللي طلعت حسن شاكوش. شاكوش ما كانش عنده استوديو وبيحط إعلام ممول علشان أغانيه تجيب مشاهدات. أول أغنية عملتها لحسن شاكوش جابت 15 مليون مشاهدة، وأنا اللي طلعته للنور، ولما اتشهر الغرور خده مني، بقى بيعمل أغاني لوحده. واتكلم حمو بيكا عن فرح حسن شاكوش وقال: عشان أأكد للناس إنه أكبر كذاب، قال إن فرحه كلف 4 مليون و200 ألف. أنا مش عارف فرح إيه اللي يكلف 4 مليون و200 ألف ده، هو لو كل الفنانين جم وما خدوش فلوس، أمال الأربعة مليون دول راحوا في إيه؟ أنا فرح اتكلف 50 ألف جنيه بس، وأنا لو على الفندق بس يبقى 500 ألف. الفلوس التانية دي بقى راحت فين؟ هو يجاوب: ومش علشان رحت فرحه؟ لأ، موضوع فرحه ده حاجة تانية، وده عشان جه جامل في فرحي فلازم تترد، وأنا قعدت من أول الفرح لآخر الفرح بغني. تفتكروا إيه السبب من هجوم حمو بيكا على حسن شاكوش؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات.